الألمان يفعلونها، الرايخ يبسط سيطرته، النجمة الرابعة تزين صدر الماكينة الألمانية، الصغير والبديل جوتزا يدخل ألمانيا التاريخ من أوسع الأبواب. كلها عناوين لأبرز الصحف العالمية المشيدة بأشبال يواكيم لوف، مهنئة إياهم على التتويج برابع بطولة عالمية. البداية بالصحافة الألمانية، أين افتتحت مجلة بيلد الواسعة الانتشار بالعنوان التالي على صفحتها الأولى: جوتزا، أنت سيد كرة القدم، نحن أبطال العالم، نحن ألمانيا. فيما قالت صحيفة كيكر: بفضل جوتزا الألمان فعلوها وسجلوا في رصيدهم نجمة رابعة مونديالية. هكذا هي حكاية الختام في ماراكانا. بدورها صحيفة موجين سبورت باركت فوز منتخبها وكتبت تقول: افرحي وارقصي يا برلين، ألمانيا بطلة العالم 2014. ومن جانبها كتبت صحيفة دير شبيغل: هناك في ماراكانا في ريو دي جانيرو في البرازيل، ألمانيا توجت مجهوداتها بالتتويج كأبطال للعالم. وعلى عكس الصحافة الألمانية، فإن نظيرتها الأرجنتينية أعربت عن حزنها بعنوان نهاية الحلم، الحزن أو السرقة. صحيفة أولي الواسعة الانتشار كتبت تقول: لقد سرقوا منا حلمنا، بينما صحيفة لاراثون كتبت: وينتهي الحلم. أما صحيفة لاناسيون فكانت واقعية واكتفت بكلمة حزن. وفي الصحافة الأوروبية، صحيفة كوريري ديلو سبورتس الإيطالية عنوان أرجنتينا كاو، كما كتبت في مقال آخر: الأرجنتين ارتكبت أخطاء وميسي ليس مارادونا. وفي إنجلترا، صحيفة دايلي ميل كتبت بالخط العريض: ألمانيا بطلة العالم بعد مباراة دراماتيكية بنتيجة هدف للا شيء، والأرجنتين تضيع النهائي في الوقت الضائع بالبرازيل. أما الصحافة الفرنسية بدورها هنأت إنجاز الألمان، فصحيفة ليكيب الشهيرة كتبت على صفحتها الأولى: وأخيرا ألمانيا تفوز، ذاكرة في مقالها الطويل أن المشوار القوي والطيب الذي قدمته الماكينة الألمانية طيلة البطولة سخر لها الفوز بهذا اللقب. وبين هذا وذاك، يبقى الاعتراف بالماكينة الألمانية واستحقاقها باللقب العالمي الأمر الذي أجمع عليه الإعلام عبر كل أقطار.